كلام الشباب صافا مزيانين هانيين اش كتعاودوا كي دايرين غدا الامتحان ياك حنا في لا تاكتيك ديرنيير قبل ما نبدا بالنسبه لا تاكتيك تورتي ولا لا تاكتيك الاخرى ديالنا كيف كنت واعد تكون فاش بديت لي بروبوزيسيون ديال لي تاكتيك قلت لكم النهار ديال 30 ما نخدموش فيه النهار ديال 30 غادي نديرو ما يسمى انني غنخمر عقلي غنعطي الراحة غنرتاح غنحط الكتوبة غنحط كل شيء غنخرج نمشي ندير لا مارش نمشي نتسال خوي راسي الخوي اللي عطا الله عطاه مول المليح باع وراح يلا حتو معايا هنايا ما تفاجئوش معايا هنا كاينين سميات هاد السميات هادو هما السبب اللي جعلوني ندير هاد القناة اذا ما يمكنش انني ما نشكرهمش هاد السميات هادو دوزت معاهم احلى 3 سنين اذا اليوم من هاد المنبر هذا ومن هاد القناة كنتمنى الحظ السعيد لكاع الدراري المغرب كاع الناس اللي تفرجوا فيا وكاع الناس اللي استفدوا مني شي حاجة وفتهم في شي حاجة كنتمنى لهم الحظ السعيد الله يوفقهم الله يرزق النجاح للجميع الله يجعل كل شيء يجيب العشرين ان شاء الله في الرياضيات وما يكونش الماط ولا الاوبستاكل ما غنسخاش بكم ولكن هذا لا يعني انني غنتفرق انا وياكم الا ما عاونتكم نتوما نعاون خوتكم نعاون العائله نعاون كاع اللي كيجيكم وكاع اللي عزيز عليكم وكنتمنى نكون فدتكم ملي كنهضر هنايا على باك بي سي فرونسي ولا انغلي ولا سيونس مات ولا بو امبورط كيل برونش راه كلشي عزيز وغالي وانا اصلا لا برونش وكنشكر حتى انا هاد كورونا هادي ان لولاها ما عمري كنت نفكر انني ننشر العلم ديالي كنت غادي نقتصر دائما على القسم ديالي وبس ما عمرها كانت غادي تجيني هذه الفكره هذه انني نعاون ولو بشي حاجه بسيطه شكرا للكورونا اللي وقفت العالم شكرا للكورونا اللي حطت لينا هذه الافكار هذه عاونتنا اننا علمتنا دروس في الحياه وعلمتنا بزاف ديال الحوايج وبغيتكم حتى نتوما لا من هذا المنبر هذا تشجعوا ان شاء الله غدا ويدخل كلشي مطمئن للامتحان وما غيكون غير الخير ان شاء الله ولكن سمحوا لي الا غنكون شويش انانيه في هذا لا فيديو هذه لان وغنخص بها القسم ديالي دوزيام اني باك بي سي اونغلي هاد الدراري هادو كنعرفهم شخصيا وكنعرفهم عن قرب دوزت معاهم 3 سنين وكانت احسن 3 سنوات واحسن الحصص ديالي كانت الحصه ديالهم هذه ولكن هذا لا يعني انني نفيقهم ونعطيهم نصائح بغيتو تفرجوا فينا تضامنا معنا مرحبا بكم عمرنا غادي نحيدوا لكم لي فيديو ولا غادي نديروا ان بارطاج اللي هو بريفي دونك سي ان بارطاج بوبليك واللي فيه شي ديفويات ديال هادو يستافد حتى هو اذا كل واحد فيهم تلميذ داز عندي درت معاه 3 سنين شفتو 3 سنين حفظتو عن ظهري قلب كنعرف الديفوات ديالو كنعرف لي لاكون ديالو كنعرف كاع المشاكل ديالو attention attention pour tous les élèves marocains attention pour tous les bacheliers attention pour la deuxième année bac PC anglais ثانويات ابي دار الغفاري كنتمنى بان دوزيام اني باك PC anglais ديالنا دار الرباط يكون هو اول قسم بالنسبه للمغرب هذا هو الهدف ديالي وهادشي علاش سعيت هاد 4 شهور ولا عام كامل وثلاث سنين كامله واخا كنا كنقراو عن بعد راني حاولت وتعاونت وانتوما تانتوما ما قصرتوش من جهدكم بينتوا لي بانكم كتخدموا بينتوا لي بان عندكم هدف خاصكم توصلوا ليه وجو سوي لا بور فو رومارسيي مي جو ميكسكوز لانني غادي نعطي دي رومارك عليكم على الهواء كي تنقولوا لكن لمصلحتكم باش غدا ملي تكونوا كتجاوبوا ولا كتخدموا الامتحان تفكروني ما تنساونيش اوكي غنبداو بلا لا ريماس 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 داك الخط ديالك الزويون راه كتقراه غير استاذتك واحد اخر ما يعرفش يصحو لك الله يعلم واش طيحي فيا ولا طيحي في واحد اخر في لا كوريكسيون عافاك ريماس الخط ديالك يتقاد داكوغ لان داك الخبيش اللي كتقيلي تخبشي به بحال القطوط راه ما خدامش نهار الناسيونال سورتو في المات ما غنكتبوش كلشي غير بلونغلي لكن حنا كنكتبو دي فورمول ماتيماتيك كنكتبو ماتيماتيك فورمولا ريماس اوكي دونك الخبيش ديال القطوط خاصك تقاديه حتى ان شاء الله سي عبد القادر اللي بغى يربح العام طويل نعاس وفيق شويه عليا تبقى 10 دقائق عاد نبدا كنطير راه ما غيتسناوكش الناس اللي كيحضروك عبد القادر ما غيتسناوكش حيت انت
كتكون قال سمع عليك ما بيك ملي كتبدا تبدا في لا ريداكسيون هذيك لا ريداكسيون حتى الاخر راه بغا يكفيك شي وقت دونك خدم فور ا ميزور ما تبقاش تنعس حيت تنعس وتفيق تضرب 3 الساعات والوقت يتسالى وتبقى تستريس دونك الله يعطيك الصحه راه ديما حتى الاخر حتى تبدا تكتب صافي عبد القدوس عندي فيك الثقه الكامله الا ما جبتيش عندي 20 غنتقلق ما تقولش شي عذر واحد اخر غير هو حاجه واحده الله يعطيك الصحه ما تقويش علينا الكتابه بزاف ما تبقاش تكتب الحاجه ثلاثه واربعه د المرات عرفتي راه الا قويتي بزاف لي دو الفعل يقدر البروفي يطلع له بزاف منك كتب وضرب عافاك الورقه تكون شويه دقيقه ما الوسخ ما عندنا ما نديرو به صافي ومع دابا التعقيم وكلشي غيكون معقم وكلشي مقاد في هاد الكورونا وخص الورقه تكون تتشعل باش ما تاديناش هو ماشي الوسخ والكورونا والفيروس اوكي سعف قدوس ولكن عندي فيك الثقه العامه ما كنهضروش معاك ايمان لنا وليك الله ادم ما غيكونش قدامك باش تبركي من ادم الله يخليك ايمان يلا تركزي ليا مزيان والورقه ديالك راه زويونه ما كنهضروش عليها ما كنتناقشوش معاها ولكن ايمان الوقت ما يبقاش غادي ادم شنو درتي ادم شنو قديتي ادم شنو صاوبتي حيت ادم راه باغي يجلس حداك هذا النهار واش يكون معك في القاعه ولا ما يكونش معك في القاعه ادم بورت بونور على لا كلاس كامله سا سي سور ولكن ايمان ركز ليا عافاك مزيان والشعير نجمعوها ايمان ونركزو ونخدمو في الوريقه ونبقاوش نضيعو الوقت غير شوف هنا وشوف هنا وشوف هنا ثلاثه الساعات دغيا كدوز راه واخا ثلاثه الساعات راها غابيد ايات ايات الاداب تواضع ايات ما تطيري في حد ما تغوتي على حد ما تعصبيش ايات كالم 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 ماشي استاذتك هذه في القسم اللي حافظك وحافظكم باغتو مطلوب الله اعلم فين طيح ايات اللهم شويه د الكالم نكونو ترونكيل زين ايات تعصبت طلع لي الدم حيت نضادر هرستو مشى الوقت مشى السيلو مشى القلم شويه ايات غير بشويه رولاكس وما طيري لا في الورقه لا في ولا تعطيك الورقه ولا في شي حاجه ديك الطيران ديالك نقصي منه ايات غدا امتحان داكوغ ايمن ايمن الشريف شويه عليك عندك تجيني معطل عندك ما تفيقش راه عندنا امتحان غدا واخا راه ما غاديش نتسناك ولا غادي نطلب شي واحد يحل لك الباب صافي الا مشيتي الا تعطلتي مشيتي فيها اوكي ادم ادم البورت بونور ديال القسم غير شوفها فيك حتى تفتح الشهيه ما نهضروش عليك نتايا يا سلام ولكن ادم ركز ليا الله يعطيك السر وما تضيعش الوقت في كل تمرين ماشي تمرين نجلسو فيه 10 سنين ونبقاو نزوقوه ونقادوه ما نوصلوش للتمرين ادم قرا الورقه كامله قرا الامتحان كامل راه تقدر يكون عندك اسئله اللي ما عرفتيش تجاوب على الاول دوز للثاني ما تبقاش ادم حاصل وحيده بوحيده اوكي اي جو كونت سور توا و جو سي تري بيان كو تو اي كابابل ان شاء الله غادي توصل وغادي تجيب اون تري بون نوت جو كونت سور توا وعارفك ما نخافش عليك ولكن ادم نقرا الامتحان كامل لان يقدر التمرين الاخر يكون سهل من التمرين الاول واخا حمزه الكره ادم حمزه فاش ندخل الامتحان ننسى شي حاجه سميتها الفتح شي حاجه سميتها التيران شي حاجه سميتها الكره نركز في المات لعب هذه المره مع المات ما تلعبش مع الكره صافي حيت راه ما ندوزوش الكونكور في الكره ولا غندوزو في هذا خصنا المات اوكي حمزه اذا نركزوا ونركزوا في المات وتنضل العام كامل ولي تاكتيك كامله كنتي كتواصل معايا وكلشي 5-5 مي ركز في المات نسى كورة هاد ثلاثة الساعات تفهمنا أشرف الرسام ديالنا الفنان أشرف شوية لقى كتقسم ليا عندك تمشي تقسم في الورقة مونيكا ولا تقسم ليا شي حاجة غير أنا درتي شي رسم راه غادي نعلمو لك الورقة نحطو لك زيرو أستاذتك واخا كترسم ليها في الورق راه كتعرفك فنان وحدة أخرى مكيعرفكش يسحابو علمتي له الورقة باش يعرفك ايوا سي الفنان الفن التشكيلي ديالك حتى يتسالى الماط هاد راه ما نخطط مع راسي اوكي اسراء اسراء شوفي خوك معاك في القسم تنرتاح تنتكالما ولكن غالب الله عنده كيما يدير غير هو لو سوتيا مورال كو عبد القدوس اكزيس راه كاين اسراء راه دائما تنقول لك ركزي وما تكليش على عبد القدوس خوك معاك في القسم ما نهضروش عليها ولكن شويه عليك وخدمي راسك شويه كابابل دو فيغ تو راكي تبارك الله عليك فاهمه وعارفه وكل شيء مزيان
غير انتي تيقي في راسك، وعبد القدوس بولس وتيان مغال راه معاك في القسم، راه كاين صافي. هلا بون شونس اسرع. سي حسام، حسام بلا ما نتفلكسو نهار الباكالوريا ونبقاو مقابلين هي الشعورات، فهمنا راك زوين تبارك الله عليك، ما نحتاجوش نهضروا، ولكن دابا هاد المره نفلكسو الورقه ديال الامتحان ونخليو التفلكيس والتزواز حتى نخرجوا على برا. بون شونس حسام. رضا، رضا كون مزيان وارتاح مع راسك باش تربي صحيحتك باش تجيني نهار الامتحان مزيان، وما تبقاش تعطل رضا، وما تبقاش تطول بزاف في الكتابه، ماشي نعس في تمرين وتمرين واحد اخر نيك عليه وما نمشيش بشويه ونخدمها تمرين واحد، راك انت تبارك الله عليك فاهم ونتهلا في الصحيحه ديالي ونجي زوين. وعندك رضا الكمامه، وعندك تسلم عليهم، وعندك ما تغسلش يديك، وعندك ما تنقيش لاليرجي، وانت يا مريض وحالتك اللهم تهلا ليا في راس مزيان وتهلا ليا في الصحيحه مزيان، وكل مزيان 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 بالليل باش تجيني 5 5 ان شاء الله، ماشي تمرض نهار الامتحان. اوكي ما يكون بس عندك، الله يشافيك الله يوفقك نهار الامتحان. اكرام، اكرام وايمان ما عادش وجدتو في نفس القسم ولا لا، ولكن اقشبال وزروال غادي يتفرقوا هذا النهار. بون كوراج بون شونس اي جو كونت سور فو، وعارفاكم تبارك الله عليكم كباب، ما نخافش عليكم، وكنظن بان كل شيء درناه يعني اكرام ولا ايمان ويصال حتى هي ما نساوهاش الثلاثي امنا، اذا ثلاثه بكم ما كاينش مشكل، اي سوفي دو سو كونسونطري، ويصال ما تنعسيش بزاف، ما تبقايش تعطلي بزاف في الوراق، وراك تقدري تجاوبي ليا على كاع الاسئله وما غتوحلي حتى فشي حاجه، وكاع لي زيكزيرسيس خدمناهم، كاع لي زيكزومبل خدمناهم، مي غير شويه يسر بيديك في الخدمه صافي. ياسمينة هولندا كتسناك، ولكن خصنا نفاليديو الباكالوريا ان شاء الله بالمونسيون. كي ياسمينة جو كونت سور توا، ركزي مزيان في الورقه ديالك وتبتي مزيان، وراه صافي توي كابابل وتوي اوت باش تكوني كاع، وتجاوبي مزيان وتخدمي مزيان، ما تخافي حتى شي حاجه، غير ان بو سولاج، ما تنسيش الشكلاطه تي كاسه و تي كتاكلي الشكلاط، الشكلاط ما كيديرش كورونا، ماشي مشكل الا كليتي في القسم لي فيتامين داكشي ديال هاني. مرحبا ياسين، ياسين نتمنى تكون داركتي الموقف، نتمنى تكون وصلتي للصفوف الاماميه وخدمتي ان شاء الله رياضيات مزيان، كانت مخلوعه عليك ولكن غال والله لونيفو شتو طلع، مي كنتمنى ان شاء الله انه يدوز مزيان وانك ما تبقاش نشوف وجهك في الدوره الثانيه. اوكي بون شونس غود لاك. كوثر عندك تمشي تنعس، عندك تدخلي وتنعسي، راه مايمكنلكش تنعسي قسمين وربع ساعه وعاد تفيقي عاد باش تخدمي الامتحان، دونك جيب كري فيقي بكري ونعسي مزيان بالليل باش ما يجيكش النعاس في الصباح، سي جاك النعاس في الصباح مشالك التركيز كامل. اوكي اذا نعس بكري في الليل باش ما يجينيش النعاس في القسم، باش ملي ندخل الامتحان نكون موقده مزيان وفطري عندك تجي عاوتاني مبوقات مسخفه ليا في القسم. اذا كنظن بانني ما نسيت حتى شي واحد فيكم، كنتمنى ما تنساونيش، وكنتمنى انكم تصيفطوا ليا لي ريبونس ديالكم ان شاء الله ابخي الامتحان، وكل واحد انا غنصحح ليه، دونك جو فو برومي انني غندير لا كوريكسيون في لاشين ديال ليكزام ان شاء الله فطوت لي برونج. Et n'oubliez pas, انكم تقدروا تصيفطوا ليا soit في لاشين soit en privé vos corrections داكشي اللي خدمتيهم من بعد ان شاء الله في الامتحان، وانا غادي نقول لكم واش خدمتوا مزيان ولا ما خدمتوش مزيان ان شاء الله، والله يوفق الجميع ويسمحوا ليا الناس المغرب كاملين، راه سي با غير جوست هادو خصكم، هادو هما سي غراس ا او باش انا قدرت ندير، باش انا فكرت ندير لاشين وعلى ودهم داك لاشين، وحاولت انني نعاون بهذا المنتوج ديالي. الله يوفق الجميع، بون شونس بون كوراج، و بوزان توس الله يسهل عليكم، وما ديروش كورونا في بالكم ان شاء الله، وملي تدخلوا الامتحان نساو كورونا، نساو راه ما كاين غير ما كون سيدي ربي، حنا اللي علينا غنحميوكم للماكسيموم، غادي نريحوكم للماكسيموم، والله يسهل عليكم اي جو بوزان توس. اي نوبليي با دابوني دو سابوني اي دو بارطاجي افيك فو كونتاكت، حيت ان شاء الله لي فيديو الجايين غادي نساكريفيهم عاوتاني لي زوطرو نيفو. اذا على بروشين وبسلام عليكم، ونازل الباكالوريا تنقول لكم بسلام، ولكن ما تنساوش لاشين ديالي حيت ماشي ملي نجحوا تفكروني حتى انا، ومره مره سولوا فيا ما تغبروش، والله يرزقكم النجاح كاملين ان شاء الله. جو فوزان توس، سلام عليكم، باي باي.